واللي عاوز أؤكده إنه ده لا يمكن هيكون له أي أثر غير مزيد من الشجاعة والطمأنينة إلى إنه هيستمر رجال الشرطة الأبطال في مواجهة هؤلاء المجرمين إلى أن يقضى على الإرهاب. ما فيش تنظيم إرهابي في العالم نجح إن هو يقوي الدولة أو يستولي على الحكم. فيعني اللي هم بيعملوه ده كله لا فائدة منه. إنما إحنا بنتمنى إنه في وقت قريب يتم القضاء على هذه التنظيمات الإجرامية علشان الدولة تستمر في مسيرتها في الإنتاج وتحقق الأهداف اللي مطلوبة لشعب مصر العظيم. نعم. التنظيم ده يعني بيديني بعض المؤشرات تخليني لازم أعلق عليها، أقول إن إحنا محتاجين إن إحنا نعد فرقة متخصصة من رجال الشرطة لكيفية المواجهات في الأراضي الصحراوية والجبال، لأنه يعني دي مسألة أعتقد ما حصلتش قبل كده. إحنا الشرطة طول عمرها بتشتغل داخل المدن، إنما عشان تبقى في الجبال والمناطق الصحراوية ده محتاجة لتدريب معين. وأنا بشوف إنه الشرطة النهاردة وزارة الداخلية محتاجة إلى طيارات، طيارة أو اتنين على الأقل تساهم في عمليات الاستطلاع في هذه المناطق علشان يبقى الاستطلاع دقيق ويبقى عندنا تصور كامل للمناطق اللي القوات الشرطية هتواجه الإرهابيين فيها. هذه الطائرات أيضا لازم تبقى موجودة قبل العمليات مباشرة، تبقى فوق منطقة العمليات وتلقي بالمصابيح الضوئية اللي بنسميها الفلارز اللي تنور المنطقة اللي فوق الإرهابيين علشان القوات تبقى شايفة الإرهابيين والإرهابيين ما يبقوش قادرين يشوفوا القوات، فيبقى فيه سيطرة من القوات على الإرهابيين. وأيضا تساهم هذه الطائرات في متابعة الأفراد عندما يتم التعامل ويسعون إلى الهروب والفرار في الدروب والمناطق الصحراوية، يقدروا يتابعوهم ويحققوا الانتصار عليهم بإذن الله. النقطة الثانية أو الملاحظة الثانية، أنا بتمنى أن تسليح الشرطة يكون متفوق ومتقدم على تسليح كل هذه التنظيمات بصدق، لأنه من الواضح أنه التنظيمات الإرهابية في الفترة الأخيرة بقوا عندهم نوعيات وكميات من الأسلحة متطورة جدا. فأنا عارف أن وزارة الداخلية في عهد مجدي عبد الغفار يعني طورت من نوعية التسليح، إنما ما أقدرش أحكم في العملية الأخيرة إذا كانت الأسلحة مع القوات متفوقة على أسلحة الأفراد الإرهابيين أو أيا كان. يجب أن يطور السلاح بحيث نبقى إحنا متقدمين على هذه التنظيمات بعدة خطوات. ده معي أيضا. أموري. شكرا جزيلا سيادة لواء فؤاد علام، الخبير الأمني والاستراتيجي.